أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الصحافة لهذا اليوم، ونبدأ جولتنا بأبرز ما عنونت به الصحف. نبدأ بالصحف العالمية، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: في الوقت الذي تم فيه تخطيط الإضرابات في فرنسا، كان العمال في جميع أنحاء البلاد يقيمون في منازلهم لتسجيل معارضتهم لجهود الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد. أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فنشرت: البحرية الأمريكية تصادر أجزاء صواريخ إيرانية متقدمة مرسلة للحوثيين. الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة المخالفة للقانون لليمن. وفي صحيفة الجاردن البريطانية: جونسون يعتذر عن مقال يقارن النساء اللائي يرتدين البرقع بصناديق البريد. بالانتقال إلى الصحف العربية، نشرت صحيفة القبس: 3 قتلى بينهم منفذ الهجوم بحادث إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر الأمريكية في هاواي. أما صحيفة الشرق الأوسط فقالت: وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقول إن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من شمال شرقي سوريا، ليصبح عدد الجنود الأمريكيين في بقية أنحاء سوريا نحو 600 جندي. ونشرت صحيفة العرب الجديد: حصار اليمنيين خسائر فادحة لإغلاق مطار صنعاء، ومعاناة إنسانية قاسية منذ 3 سنوات إذ تحولت العاصمة المكتظة بالسكان ومناطق يمنية أخرى إلى سجن كبير، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة لقطاع الطيران واقتصاد البلاد. وفي الصحف التركية نقرأ في صحيفة نشفق: أردوغان يقول ليست لنا مطامع بالأراضي السورية وعلى الطامعين الخروج منها، في كلمة له أمام الجالية التركية ببريطانيا على هامش مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي. ونقرأ أخيرا في صحيفة ديلي صباح: البرلمان التركي يصوت اليوم على مذكرة التفاهم مع ليبيا حول التعاون بمناطق النفوذ البحري، حسب ما قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي. والآن مع عرض لرسوم كاريكاتيرية جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية نتابع سويا. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن تدرس إرسال 14,000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط في محاولة لمواجهة إيران، ولكن الإدارة الأمريكية نفت هذه الأقوال. وما نقلت هذه الصحيفة التي نقلت الخبر على لسان مسؤولين أمريكيين: قبل أن نناقش هذه الدواعي والأسباب، نتابع التفاصيل التي نشرتها الصحيفة ثم نستكمل الحوار. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن واشنطن تدرس إرسال 14,000 جندي إضافي للشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس زيادة كبيرة في التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك العشرات من السفن والمعدات العسكرية الإضافية وما يصل ل14,000 جندي إضافي لمواجهة إيران. وأوضح المسؤولون أن عملية الانتشار ربما تضاعف عدد أفراد الجيش الأمريكي الذين تم إرسالهم إلى المنطقة منذ بدء زيادة القوات في مايو أيار الماضي. وأشار المسؤولون إلى أنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بشأن عمليات الانتشار الجديدة في أقرب وقت ممكن هذا الشهر.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 21 من سبتمبر أيلول الماضي أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من المملكة العربية السعودية والإمارات على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية. وفي 24 من مايو أيار الماضي قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر المتزايد مع إيران وفق إعلام أمريكي. وأشارت شبكة CNN الأمريكية لموافقة ترامب على إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تشمل صواريخ الباتريوت وطائرات استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد دون تفاصيل أكثر. وتشهد المنطقة حالة توتر إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية وهو ما نفته إيران. وفي منتصف شهر سبتمبر أيلول الماضي أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي أبقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو السعودية جراء استهدافهما بطائرات مسيرة تبنته جماعة الحوثي، فيما اتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك. والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد محمد عويس المختص بالشأن الأمريكي. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. سيد محمد، كيف تفسر نفي الولايات المتحدة لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول يعني دراسة الولايات المتحدة لإرسال 14 ألف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، وهل من الوارد أن ترسل الولايات المتحدة هذا العدد من الجنود إلى المنطقة في الشرق الأوسط؟ يعني أولا إن كان الخبر من الول ستريت جورنال أو غير الول ستريت جورنال الذي يحدث الآن وكأن الرئيس الأمريكي يحاول كما وعد في حملته الانتخابية أنه يريد الهيمنة على النفط في الدول التي لهم عمليات فيها. فلو نظرنا إلى ما حدث في شمال شرق سوريا، والآن يتحدث الرئيس الأمريكي أنهم يسيطرون على النفط وأنهم يستغلون النفط، وبنفس الوقت هنا نرى أن الوضع في العراق كذلك والوضع في المملكة العربية السعودية وفي جميع الدول العربية النفطية، وكأنه يريد أن يستعمرهم بأموالهم، يستعمر المنطقة، ودائما لا يتحدث عن أمن الدول العربية أو الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، بل يتحدث عن ثروة هذه البلاد. وإذا كان يريد أن يعود إلى المنطقة بطريقة للاحتلال، أنا برأيي هذا لن يؤدي إلا يعني تجدد المشاكل الدولية والإقليمية، خاصة أن إيران مصممة على التمدد في المنطقة وما زالت تقوم بعمليات تخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط، وهذا هذا ما نقوله، بأنها من الممكن أن تكون هذه ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية تستخدم فزاعة إيران لجلب المزيد من هذه القوات والجيوش إلى المنطقة، ربما لأهداف معينة تخص الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. أقول لك أن الهدف الأمريكي هو ابتزاز الدول العربية وليس الدفاع عن الدول العربية. لو كان هدف الرئيس الأمريكي الدفاع مثلا، والهدف الأكبر الذي ضرب كان هو بقيس التي أنا عملت بها منذ 42 سنة في نفس هذه المحطة ونفس هذه المعدات، أنا كنت أحد المهندسين في تلك الفترة. نعم. وخريس قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحديد مكان انطلاق الصواريخ وضربها، لأن الأمريكيون موجودون في المنطقة، موجودون في العراق، إذا كانت الصواريخ قد انطلقت من إيران فهم قريبون، موجودون في الخليج، موجودون في قطر، موجودون في الإمارات، موجودون في السعودية، ولكن لم يفعلوا شيء، بل ابتزوا المملكة العربية السعودية والدول العربية وأرسلوا قوات إضافية. وأعلن الرئيس الأمريكي أننا نتقاضى ثمن هذا الدفاع عن هؤلاء. أين الدفاع؟ أنا لم أرى أي دفاع منه عن هذه الدول، بل ورط هذه الدول بعداوة
تاريخية الآن مع إيران لا تحمد عقبها. كلام مهم. يعني سيد محمد، ألم تعد هذه الاستراتيجية يعني خدعة واضحة أمام الدول العربية؟ أن تعي، من المفترض أن تعي هذه الدول لهذه الخدعة التي لطالما استخدمتها الولايات المتحدة مرارا وتكرارا في السابق لجلب هذه القوات ونهب ثروات المنطقة العربية خصوصا. يعني هو الخادع والمخدوع. المشكلة في الإقليم، في المنطقة، هناك بعض الدول ومعظم الدول خاصة العربية منها تريد أن تكون مخدوعة فقط من أجل البقاء في الحكم. أنا أعني الحكام يريدون أن يكون مخدوعون. يعني من يذهب إلى الرئيس ترامب في هذه المرحلة الذي يتخلى الشعب الأمريكي عنه، الكونغرس الأمريكي يتخلى عنه، وهناك بعض الدول التي تعطيه ما يريد من احتلالات ومن أموال ومن شراء أسلحة ومعدات لا يستطيعون الدفاع عن نفسهم بها. فلذلك يعني نحن نرى أن يجب ألا نلوم دائما يعني الخادع، يجب أن نلوم المخدوع كذلك. نعم. الذي هو يريد يذهب يعني برجليه إلى الخادع ويطلب منه أن يخدعه، وكأنه يعني وكأنه يضرب عرض الحائط الاستراتيجيات الدولية ويضرب عرض الحائط مصلحة الشعوب العربية في المنطقة. وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك المختص بالشأن الأمريكي السيد محمد عويس، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، ينضم إلي أيضا عبر الهاتف الدكتور علاء النشوع، عضو تجمع الرافض للتوسع الإيراني. دكتور علاء، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله، تحية لك ولضيوفك. دكتور علاء، يعني القوات الأمريكية متواجدة في سوريا بجانب الميليشيات الإيرانية، وتقول الولايات المتحدة بأنها حسب ما قالت وول ستريت جورنال الأمريكية، ونفى طبعا نفى البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية هذه الأخبار، بأنها تريد إرسال قوات أمريكية تقارب 14,000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني. يعني كيف يمكن ربط ذلك بالتقارب الموجود في سوريا بين القوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية، وأنهم هؤلاء القوات لم تواجه أو لم يواجهوا بعضهم البعض داخل الأراضي السورية؟ شكرا جزيلا سيدي الكريم. بداية نقول أن أمريكا التي تلعب الآن دور كبير في الشرق الأوسط من خلال وجود الإيراني، أو من خلال أن أمريكا الآن ضمن سياستها العالمية أو سياسة المصالح تستخدم الأعداء مع الأصدقاء، فهي تستخدم إيران كورقة ضغط على دول المنطقة. وبالذات بدأت هذه الحالة بعد عام 2003، بعد أن دخلت القوات الأمريكية الغازية إلى العراق، بدأت الولايات المتحدة بالتخطيط لإنهاء كل القوى العربية التي تكون لها مركز ثقل ويمكن أن تعيد قوتها في هذه المنطقة. الآن إحنا عندنا دول الأزمة معروفة، هي العراق وسوريا، بالإضافة انضافت أيضا لبنان واليمن. هذه الدول الوجود الإيراني بها موجود يعني وبقوة، وحتى نقول برعاية أمريكية. أمريكا الآن هي تستخدم إيران لتخويف الدول العربية بمقدمة العربية السعودية وبعض دول المنطقة، فلهذا هي أيضا يعني من خلال أن دعم المصالح الموجودة لها في المنطقة فهي تخوف أصدقائها. فإيران هي لم تكن عدو في يوم ما للولايات المتحدة منذ أن نشأت. نحن نعلم أن إيران هي جزء يعني لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة منذ عام 1979 عندما أتت بالخميني وأتت بالثورة الإيرانية. هي جاءت لتدمير المنطقة العربية خدمة لأمريكا وخدمة لمصالح إسرائيل. إسرائيل الآن هي القوة الموجودة في الشرق الأوسط، وإيران قوة في الشرق الأوسط. المشكلة يعني إحنا عرفناها من خلال يعني دخول تركيا إلى سوريا، ويعني هي أعطت الضوء الأخضر للأتراك بالدخول إلى سوريا، أعطت الضوء الأخضر للإيرانيين بالدخول إلى العراق. هذه الأمور كلها يعني تجعل أن أمريكا هي ليست تعمل لصالح العرب ولا تعمل لأصدقاء العرب، بل تعمل على ضوء أنه هي حماية الأمن القومي الإسرائيلي وكذلك حماية مصالحها في المنطقة من خلال التخويف الإيراني. لو نرجع أيضا هنالك يعني التحالف الموجود الآن، كما يقولون هو تحالف تركي إيراني روسي، ولكن
هنالك اتفاق ما بين روسيا وامريكا على تقاسم المصالح في المنطقه وخاصه في سوريا والعراق. العراق امريكا هي يعني تعمل ما فوق الارض وما تحت الارض، ما فوق الارض للايرانيين وما تحت الارض لامريكا. دكتور علاء، هل يمكن اعتبار هذه الاخبار هي يعني محاولة للتغطية على ما تقوم به إيران من تهريب أسلحة وصواريخ للعراق وإيران؟ وفق ما قالت اليوم صحف صحيفة نيويورك تايمز، قالت بأن هناك تهريب لصواريخ إيرانية إلى العراق، مستغلين بذلك الأوضاع الحالية من تظاهرات شعبية واحتجاجات ضد السلطة في العراق، يعني يقومون بإرسال هذه الصواريخ إلى العراق. هل ما ترسله أو هذه الأخبار التي تنشر على من صحف أمريكية لما يقال بأنه نشر وإتيان بهذه القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط هي محاولة لتغطية ما تقوم به إيران من توصيل هذه الأسلحة إلى الدول العربية؟ نحن نعلم أن يعني الإعلام الأمريكي هو غير القرارات وغير يعني قرارات الإدارة الأمريكية، وفي منظور يعني في بعض الحالات الإعلام الأمريكي أيضا يغطي على بعض السياسات لدول المنطقة خاصة إيران وتركيا. نحن نعلم أن المنطقة العربية مستهدفة من تركيا وإيران وهي الدولتين. ولكن يا سيد دكتور علاء، يعني هي كيف مستهدفة من تركيا؟ كيف تصف أنها مستهدفة من تركيا؟ هي مستهدفة من إيران معلوم إيران؟ هذا الكلام، أما من تركيا كيف هذا الاستهداف؟ كيف تصف الاستهداف؟ نعم أنا أعطي النتائج كاملة. الأتراك أيضا يعملون ضمن مصالح الأمن القومي التركي. إحنا مو هذا، إحنا الآن نعمل أنه إيران الخطر الأكبر. نعم إيران هي الخطر الأكبر في المنطقة. ولكن يعني قلت بأن هناك استهداف تركي للمنطقة العربية، كيف هذا الاستهداف؟ كيف تعلق عليه؟ نعم سيد الفاضل، أنا أتكلم يعني كوني عربي ومسؤوليتي أنه أتكلم على المصالح العربية. نعم ونحن نسمع وأثبت ذلك لو سمحت. المصالح العربية بالذات يعني حقيقة الأتراك والإيرانيين، الآن الأتراك هم يدخلون في سوريا والإيرانيين هم متواجدين في العراق من خلال القوى السياسية أو القوى العسكرية. القوى العسكرية هما لن يظهروا بصورة مباشرة، ولكن هنالك تأثيرات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني في حكم العراق. الآن الحاكم الشرعي الحاكم الرسمي للعراق هو قاسم سليماني. بالنسبة لسوريا، سوريا الآن فيها أجندات كثيرة، فيها روسيا، فيها إيران، فيها تركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. هذه دول الأزمة التي وجدت هي لن تعمل، كل هذه الدول المتواجدة الآن ضمن هذا الائتلاف وضمن هذا المحيط هي تعمل ضد المصالح العربية، أكان في سوريا، أكان في العراق، أكان في اليمن، أكان في لبنان. الآن إحنا نتكلم الآن في ضوء المصالح العربية. المصالح ولكن العربية ولكن دكتور علاء، تركيا عندما دخلت الأراضي السورية دخلت وفق اتفاق أمم دولي يعني موقع من قبل ذلك مع نظام الأسد، وهو يعني يحمل شرعية دولية لهذا الدخول. نظام الأسد هو سيدي، نظام الأسد هو أصلا هو ضمن المشروع الأمريكي، والدليل أنه قبل أيام نشرت مصادر موثوقة أن الأموال العراقية التي ضخت في حدود، وفي نفس الوقت هم يقاتلون ميليشيات انفصالية كذلك تهدد الأرض العربية ووحدة الأراضي العربية. سيدي أنا بالنسبة لي أتكلم على ضوء المصالح العربية. الآن المصالح العربية في يد الغرب جائزا بيد الأداة. الأداة منه الموجودة في المنطقة هي تركيا وإيران. تركيا وإيران هي أداة أمريكا في الشرق الأوسط، وهذا دليل واضح يعني كامل عليهم من خلال السياسات التي اتخذتها الدولتين تجاه الأمة العربية أكان سوريا أو العراق. أنا أتكلم على العراق العربي وأتكلم عن سوريا العربية. فإذا عندما تكون هنالك مصالح، أنا لم نحن العرب عدونا واحد. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور علاء نشو عضو تجمع الرافض للتوسع الإيراني، أشكر جزيلا الشكر على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحافة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفاي عبر الهاتف السيد محمد عويس والدكتور علاء نشو، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نتوقف مع فاصل قصير ثم يصحبكم زميلي صلاح بابقي لاستكمال حوار المنتصف. ابقوا معنا.